أدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أهل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق أن تقديم الخطبة قبل صلاة العيد من البدع، وأن أول ما حدثت في من قبل مروان بن الحكم، وما نسب إلى معاوية الإسناد ضعيف، وما نسب إلى عمر وعثمان رضي الله عنهما فالأصح عنهم خلافه. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: المسألة الثالثة، كم خطبة بعد صلاة العيد؟ دل حديث ابن عمر الذي في الباب على أن الإمام يخطب خطبة واحدة لقوله قبل الخطبة، وجاء ذلك أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، ومن حديث أبي سعيد وجابر. فيهما أيضا أي فيهما أنهما أنها قبل الخطبة. وهو ليس بصريح، لأن الخطبة جنس تشمل الخطبة والخطبتين، ليس بصريح. وهذا القول اختاره شيخنا الإمام الوادي رحمه الله والإمام ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك الألباني أيضا والإمام الألباني. وقد ذهب عامة العلماء إلى أنه يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، واستدلوا على ذلك بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند البزار، وحديث جابر رضي الله عنه عند ابن ماجه، وفي كليهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين يوم العيد يفصل بينهما بجلسة، وكلاهما شديد الضعف. الأول في إسناده عبد الله بن شبيب شيخ البزار، وهو واهن وفيه من لم يعرف، والثاني في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وشديد الضعف، وفيه أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي وضعيف. واستدلوا بأثر موقوف عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أخرجه الشافعي في الأم عن إبراهيم بن محمد عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة أن يبتدئ الإمام قبل أن يخطب وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترى لا يفصل بينهما بكلام، ثم يخطب، ثم يجلس جلسة، ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام، ثم يخطب. وهذا أثر واهن، لأن إبراهيم بن أبي يحيى هو الأسلمي وهو متروك وقد كذب. ثم إن الأثر أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن القاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بلفظ: من السنة أن يكبر الإمام على المنبر في العيدين تسعا قبل الخطبة وسبعا بعدها. فهذا اللفظ لا يستفاد منه أنها خطبتان، تسع في أولها وسبع في آخرها. وهذا إسناد صحيح، محمد بن عبد الرحمن صوابه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، وهو ثقة، ترجمته في الجرح والتعديل، وهذا اللفظ لا يستفاد منه خطبتان. وقوله وسبعا بعدها يحمل على أنه في آخر الخطبة، والله أعلم. وقد أخرجه عبد الرزاق أيضا عن معمر عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال: يكبر الإمام يوم الفطر قبل أن يخطب تسعة حين يريد القيام، وسبعا في عالجته على أن يفسر لي أحسن من هذا فلم يستطع،
فظننت أن قوله حين يريد القيام في الخطبة الآخرة. قلت هذا اللفظ أيضا لا يستفاد منه الجزم بخطبتين، فإنما هو من ظن الراوي والله أعلم. واستدلوا بالقياس على الجمعة، وهو قياس مع الفارق، ولا قياس أيضا في الأمور التعبدية المحضة والله أعلم. قال أبو عبد الله غفر الله له القول الأول والصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يخطب خطبتين لنقل إلينا، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة كما ترون أدلتها ضعيفة، لم يثبت منها شيء، بل شديدة الضعف، المرفوع منها شديد الضعف. ولكن ذهب إليه أصحاب المذاهب الأربعة، بل لا نعلم عن أحد من المتقدمين أنه قال إنها خطبة واحدة، ولذلك من أخذ بالخطبتين فلا ينكر عليه، من أخذ بالخطبتين فلا ينكر عليه، لعدم وجود نص صريح في المسألة والله أعلم. ولكن أيضا الإلزام بأن خطبتان أيضا فيه نظر، لأن الإجماع لم يثبت في المسألة إجماع صريح. يمكن تعطينا المحلل بن حزم الكلام على صلاة العيدين، ابحث على قوله قبل الخطبة، على قوله الصلاة قبل الخطبة. فابن حزم رحمه الله هم الذي اعتمدوا عليه أنه نقل الإجماع، وهو تكلم على مسائل كثيرة، ومن ضمنها أن الصلاة قبل الخطبة. فلما تكلم بكلام كثير قال واختلفوا في كذا واختلفوا في كذا، ذكر بعض المسائل التي اختلف فيها. قال ولنا وأما غيرها من المسائل، معنى كلامه سنقرأه بنص إن شاء الله، وأما غيرها من المسائل فلا نعلم فيها خلافا. فهذا إجمال لا يدرى هل كان متنبها لنقل إجماع فيها أو لا. على كل الله لم نجد أحدا خالف المتقدمين، ولكن لما لم يوجد في المسألة نص صريح صحيح وصريح، رأى بعض العلماء في هذا العصر أن المسألة واسعة الاجتهاد، بل جاء في بعض ألفاظ الحديث ما يشعر بأنها خطبة واحدة، لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام العيد قال فظن أنه لم يسمع النساء فذهب وخطب خطبة أخرى عند النساء. ولعل من أخذ بالخطبتين لعلهم اعتمدوا أيضا على مثل هذا، أنها خطبتان، خطبة عند الرجال وخطبة عند النساء. لكن قوله فظن أنه لم يسمع النساء، كانت العلة في زيادة الخطبة الثانية أنه ما أسمع النساء، أما في هذه الأيام فالمكبرات تسمعهم ويكتفى بها، فيكتفى بخطبة واحدة، فالخطبة الثانية كانت للنساء. وقد نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أمورا خفية، أمور يسيرة، من حتى من ضحكه عليه الصلاة والسلام، من تبسمه، وهكذا أيضا جلسة الاستراحة، وأشياء خفية صغيرة. وفي العيد ما نقل أحد نصا صريحا أنه خطب خطبتين، مع أنه أيضا قام مقابل الناس بدون منبر، يعني سيبينون أيضا أنه جلس على الأرض أو نحو ذلك، لكن ما حصل هذا، فهذا يجعل في النفس شيئا والله المستعان. انظر قبل الخطبة، صلى العيدين قبل الخطبة. نقرأ المسألة الأخرى حتى يأتينا كلام من حزم إن شاء الله. قال بعض المسائل الملحقة: مسألة حكم الاستماع لخطبة العيد. روى أبو داود والنسائي من رواية عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. وقد رجح أبو داود إرساله، وصوب إرساله أيضا، يعني من مراسل عطاء،
وصوب رساله أيضا أحمد وابن معين وأبو زرعة كما في الفتح لابن رجب. فهذا الحديث يدل على عدم وجوب حضور الخطبة والاستماع لها، واختلفوا فيما إذا حضر هل يحرم عليه الكلام أم لا. فذهب الحنابلة في المشهور في مذهبهم إلى أنه يحرم الكلام كخطبة الجمعة، وذهب بعض الحنابلة ومذهب الشافعية وغيرهم إلى عدم تحريم الكلام في خطبة العيد، وهذا هو الصواب لعدم وجود دليل على التحريم. ولكن إذا هوش على غيره بالكلام فيحرم من هذه الجهة، يعني آذى غيره، وهذا ترجح الإمام ابن عثيمين رحمه الله. يعني الصواب أن الكلام ليس محرم، ولكن لا يجوز أذية الناس ورفع الأصوات حتى ما يسمع الناس الخطبة. المسألة الثانية، بماذا يستفتح خطبة العيد؟ ذهب كثير من الفقهاء إلى استحباب استفتاح خطبة العيد بالتكبير، واستدلوا بقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة من السنة أن يكبر الإمام على المنبر في العيدين 9 قبل الخطبة و7 بعدها. أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن القاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة به، وهذا إسناد صحيح. ومحمد بن عبد الرحمن صواب عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، وثقة ترجمته في الجرح والتعديل. قلت مع صحته عن عبيد الله فلا يحتج به، وقول التابعي من السنة لا يفيد الرفع بل هو موقوف عليه. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح جميع خطبه بالحمد والثناء، وأيضا مما جاء في هذا المرسل أو من في هذا الأثر أنه يقول على المنبر، والأصح أن خطبة العيد لا يستحب فيها المنبر. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي سعيد قام مقابل الناس والناس في صفوفهم، فما أخرج المنبر في العيدين، وإنما أخرجه مروان بن الحكم. إذن هذا أيضا مما جاء فيه في هذا الأثر الاختلاف عن ما جاء في الأحاديث، وهذا يدل على أن قول التابع من السنة لا يستفاد منها الرفع، فهو قول بحكم الفتوى، والله أعلم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد والثناء، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير. ثم نقل عن شيخ الإسلام ترجيح افتتاح خطبة العيد بالحمد. إن شاء الله كلامنا حزم للدرس القادم. تنبيه حول الملابس، كانت في السطح هناك ملابس يعني أمطرت وتبللت، وجمعها الأخوة، جمع الأخوة في أكياس، إن شاء الله ستجعل في الساحة، في الساحة الشرقية، ستجعل بعد العصر في الساحة الشرقية إلى المساء، الذي عنده شيء أخذ متاعه، وبعدها سترمى إلى القمام في الليل. فإذن الأخوة الذي فقد شيئا ينظر متاعه قبل أن يرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.